مساء الخير. حلقة التلات البوصلة. قلت امبارح ان الفرق ان الطرق والمشارب مختلفة، ممكن تونس تبقى فيه حتى اليمين واليسار الفرنسي، حتى الديمقراطية لها سقف اعلى وسقف مختلف، الاسقف يعني في العالم. ديمقراطية فرنسا هي السقف الاعلى في العالم، تختلف كثيرا عن ديمقراطية امريكا، او عن فكرة علمانية فرنسا تختلف كثيرا عن علمانية امريكا الولايات المتحدة يعني. فالمشارب المختلفة دي على حسب تقبل كل مجتمع، ده طبيعي، لكن على شرط المجتمع بيتقدم مش انه ثابت. ادي حاجة. تاني حاجة، الكلام اللي انا قلته امبارح الاجابة لم تجب، يعني انا لسه عشان كده قلت لكم هنكمل بكرة. انا قلت لكم ان القرآن نزل في 23 سنة، وتاني 23 سنة دول اوعوا وتستبسطوهم او تخلوهم لمح بصر، او ان الظروف يعني شبه بعض. تعالوا نقسها على 23 سنة من حياتنا المعاصرة والتغيرات اللي فيها. هنقيس من سنة 50 عشنا أو ما عشناش، أو في دلوقتي بيتفرجوا عليا عاشوها أو ما بعدها أو درسناها وقرينا عنها، لسنة 73. دول 23 سنة. أنتوا متخيلين الفروق اللي حصلت في 23 سنة دول على المجتمع المصري؟ نفترض أنه هو مجتمع النبوة يعني. ملك سنة 50، أسرة حاكمة، الوفد بيحكم، أحزاب كثيرة جدا، حياة تانية خالص. 52 يوليو مفيش أحزاب، شيء تاني خالص من فكرة الحكم من الذي يحكم، مفيش أسرة حاكمة، في تغيير في كل شيء من يوليو 52. 54 بقى جمال عبد الناصر هو رئيس الجمهورية. 56 حرب ضروس شنيعة، ثلاث دول، أكبر ثلاث دول في العالم بتهاجمنا. بعدين فترة استقرار، وبعدين 67 كسرة العمر، وبعدين جمال عبد الناصر نفسه بيموت، وبيجي السادات بانفتاحه الاقتصادي، بدعمه بشكل ما للإسلاميين، مجتمع هوابي يتغير، عام الضباب، مش عارفين نحارب، شد الحزام، بعدين حاربنا فانتصرنا، وكمل انت الخط. مع تغيير فظيع في الأذواق، في الملابس، في الفكر، في ثلاث دساتير جم من الفترة دي، ثلاث دساتير، الدستور القديم ودستور 64 ودستور 71، في تغيير في الموسيقى، في الفن، في القيم، في المبادئ، في الأخلاق، في الظروف، في كل شيء. دول 23 سنة فيهم كل الأحداث دي. عايز تقولي ان لو كان هناك نص بينزل كان ما رعاش الظروف زي ما حصل في مجتمع النبوة، لازم يكون حصل. إذن اللي انا عايز اقوله لك ان ذلك في مصلحة الاسلام، ان الاسلام من مقاصده العليا الموجودة في القرآن، زي ما قلت لكم الآيات امبارح، الآن خفف الله عنكم، الآن باشروهن، تعديلات، ان من مقصد الاسلام الاصلي والاعلى انه يراعي مصالح عباده، أن الله يراعي مصالح عباده أو مصالح عباده، تمام؟ إذن ده مقصد لازم نمشي وراه، ركزوا، المقصد موجود. طيب كان بيحصل الأول بصورة ما، عشان ما حدش يقول إسلام بيتكلم بقى على النص نفسه، لا أنا بقولك نعمل إيه يا فندم. طيب النص كان ساعتها مريح الناس ان هم يجتهدوا او يفكروا، لان هو نفسه رب واله عظيم بيعدل لظروفهم هم. توقف النص، لا يمكن ان يزاد فيه حرف، تمام. هل توقفت الافهام عن النص؟ لا. اذن ما نريده في فكره الاجتهاد في النص، مع تقديري وإجلالي وبقائي وأنا نفسي أصلا في مواجهة التراث ولا أرتجع إلى القرآن، يعني أنا بقول لك ده يناقض القرآن، لأن القرآن هو سندي، هو سند على فكرة التيار الإصلاحي اللي عايز حاجة كويسة، مش يمين اليمين من الإصلاح يعني. فالقرآن معجزته بقى الحقيقية اللي هي توازي في نظري مسألة اللغوية أو تركيبه البلاغي، أنه ساب لك المادة الخام أن تحتمل الآية ألف فهم. ولذلك أنا على كل نقدي التراث لما باجي أقول لكم إن هم اختلفوا على أربعة أفهام أو خمسة أو ستة، بقول لك لا دي كويسة بقى. ليه كويسة؟
لان دي تدينا حريتنا النهارده. هم اختلفوا 5 6 7 8، احنا بقى ان شاء الله يبقى 9 10 11 12. ايه المشكله؟ مش شايف فيها مشكله، هم شايفين فيها مشكله، المقدسين لهؤلاء. إذن عبقرية النص القرآني أنه ساب لك المادة الخام اللي تستطيع بيها في كل آية أشكلت عليك الأمور والظروف تغيرت أنك تفهمها أفهام عميقة للغاية وقراءة جديدة ومع أصول اللغة والفهم الشرعي مش برة. وإلا يعني إيه إصلاح؟ إن أنا أقول يا جماعة على فكرة الآيات ثابتة لا جدال فيها، لكن هناك حلول 1 2 3 4. وما يعني مفكر بتقعد تورش في دماغه وتربي شعرك وتمسك سيجاره؟ تفكير علم اكاديمي بحت، انك بتدلل على فكره انت شايف انها تواكب ظروف الناس، لان ده المقصد بتاع الاسلام مش بتاع الدوله المدنيه العلمانيه. مقصد الاسلام الذي قراته لكم من القران انه يراعي مصالح الناس وتغير ظروفهم او تغير ظروفهم. المقصد ده لا يمكن يتوقف بوفاه الرسول، لا يمكن، لكن حله لو فاهمين كلامي صح هيبقى بصورة مغايرة. كان حله في الأول تغيير الآية نفسه، يعني تغيير الحكم نفسه، الله يراعي ظروفهم بالآيات، فكان سهل. لكن ما بعد الرسول كان حله إيه؟ الفهم الجديد في داخل الآية، أو إيه بقى؟ أو مقاصدها العليا، حتى لو نصها ما فيهوش المعنى اللي أنا عايزه. بمعنى إيه؟ خلينا نشوف من اول واحد عمل كده عشان ما يتهموش الكلام ده انه ده كلام علماني او مدني او الكلام الكبير ده. اول واحد عمل كده في الاسلام ان يجتهد في داخل النص عمر بن الخطاب. الواقعتين الشهيرات اللي انتوا عارفينهم، لكن الواقعتين الشهيرتين دول ظلموا جدا لانهم فهموا فهما بائسا ضيقا من بصراحه من الاوائل. الواقعتين دول من اكثر الواقعات الفكريه عبقريه في بواكير جدا الاسلام ما بعد الرسول. عشان ما تقولوش الاسلام بيتكلم كلام بقى، لا اقول لكم عمر بن الخطاب اللي احنا عايزين نمشي على خطاه. يعني ايه؟ فكر داخل النص. الواقعه الاولى اللي تهمنا دلوقتي، ان الثانيه هجيبها في سياق تاني خالص هنقوله النهارده او بكره، في مساله برضو كيف نتعامل مع ظروف تغيرت في النص بس في سكه تانيه. قلت لكم في درجتين، خلينا في الدرجه الاولى دي الاهم. جه عام على المدينه مجاعه، سمي بعد ذلك أنه عام الرمادة نسبة إلى الرماد، أن الناس كانت على التراب. تمام. فعمر جاله زي استقصاء أو إحصاء هو عمله، أن لقى السرقات زادت كتير، فابتدى هو لوحده يتخيل أو يفترض، وإلا يعني إيه فرض علمي، أن هذه السرقات زادت بهذا الحد لأن الناس في جوع شديد وفي يعني مجاعة حقيقية. فقرر هو، لأن ساعتها كان بيناط بيه حاكم وقاضي وكله في بعضه، أمير المؤمنين، أنه يجتهد في داخل النص اجتهاد خطير للغاية ويوافق كلامنا، عشان تعرفوا أنه كلامنا موافق للدين، مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة وحشة. قال إيه؟ قال اللي سرق عشان جعان ما عليهوش حد السرقة. ركزوا عشان الواقع دي بتتقال بشكل عيني كأنه يعني موضوع الظروف، يعني الاضطرار، كأنه ايه انا في الصحراء فممنوع اشرب خمرة، وبعدين هي اخر نقطة مية معايا لقيت ازازة خمرة فهي دي اللي هتعيشني، فدي الاضطرار. لا مش صحيح، ده جهل باللي عمله عمر. في عام المجاعة لم يكن يقصد عمر الاضطرار ابدا، هو قصد معنى اكبر من كده اللي احنا بنقوله بقى من امبارح. تغيرت ظروف الناس التي نزل عليها النص. النص نزل في ظرف تخيل عمر، هو النص مش موجود فيه الكلام ده، مش موجود فيه المذكرة التوضيحية ليه السرقة غلط، ما قالش هاتوا آية من النص بتقول السرقة غلط ليه، لكن هو تخيل عمر بالمجتمع اللي هو عاشه أنه كان مجتمع متزن للغاية، ليس الغنى هكذا ولا الفقر هكذا، فكان لا يجب او لا يظن فيه ان ممكن واحد يسرق، مش من حقه، يكفي انك بتاكل زي ما قال الرسول قوت يومك وامن المنام، يعني فتبقى كده حيزت لك الدنيا، معاك الدنيا بتاكل وتنام في امان يعني. لكن عمر تنبه
أن المجتمع ظرفه تغير في الساعة دي أو في غيرها، وممكن يحصل كتير، فقرر أن يحط مذكرة توضيحية لفهمه هو داخل النص. إزاي؟ بس ادوني دقيقتين وأرجع لكم.